هيكي أبايي عم تحس بتحسن؟ لا أبايي، يحرق بايي تحسن أبابو. الحكيم قال لي ماكسيموم بتعيش 4 شهور، وهذا آخر يوم الرابع شهر، بدي موت أبابو. طب بايي قبل ما تموت يعني طلب هيك شي طلب مني وأنا رح نفذ لك إياه. بابو شيلي لي عالم القوات من خلفي، وجيبي لي بجامة أورانج وفولار أورانج، وحطي لي علم الطيار فوق راسي بابو. بالشرف بايي، بدك ياني أعمل هيك؟ إيه بايي بدي هيك. ما وعن صدق يا بايي، ما وعن صدق، يعني يا ريت من زمان اتفقوا الجنرال والحكيم، قديش كنا وفرنا بشاكل وكان وضعنا باللوش. عاش لي بابو، عاش لي قبل ما موت. ايه يلا بايي، يلا يلا. اوه ها؟ وهيدا الفولار بايي، وهالبجامة الأورانج، وهيدا العالم. بعد بدك شي يا بايي؟ لا بابو، هلا صار في موت مبسوط. وأنا كثير مبسوطة أبي لأنك طلبت مني هيدا الطلب قبل ما تموت. عرفتي ليش عملت هيك يا بابو؟ لأنك صرت عوني. لا يا بابو، لأن بدي موت، فقلت خلي موت واحد عوني ما وقويت. عوني بالناقص. الله لا يردني يا بابو. يلا باي باي بالإذن. طيب أبي، طيب أنا بفرجيك، أنا بفرجيك أبي.